tudom, hogy pillanatban volt, hogy meg van ilyen képes kis lelkünk, így كانوا خايديروا غيديروا واحد سميتو واحد المقبره جماعيه زعما واحد الهيئه مزيانه يديروا واحد المتحف هما مين بغاو يتفاوضوا معانا هنا غوفات القوتي علاش باش كاين يمكن الجرح باش كل واحد يردوا غوفات ديالو واحد في الشمال واحد في الجنوب عاود يحيوا ديك الذكريات القبيحه دابا هما غادي نحسن القوتي نديروا واحد المتحف صالح يكون بجوج الاطراف الثالث وكيكون كاين اتصال بيناتهم حنا كنا طرف واحد صافي على الشارع هذا كان يقول السيفين تيرين تصالحنا مع العفاريت يعني حاجه مشكل حوار بلا تبدا بحال المجلس الوطني دابا هذا المجلس الاستشاري عيط لينا المحامي السكري قال لنا من اختياركم بغيتي تتعلم من الاول لانكم تشوفوا الحاله الصارخه في الانتهاك كتجلس في بعض المواد عطانا واحد الاستماره نعمروها قال لك حنا غير فقط جاونا بزاف ديال الطلبات عشرات الالاف حنا غير باش نغربوا صراحه الدوله تبعت مقابله كامله جا حرزني كان بيطون ارم اسمه المسلح يعني عباره عن سطح حاش هذاك باش يكون يصلح يكون حقوق الانسان يعني هيك خرج لينا نيشان وافترى علينا التهديد الى التحرير وشوه السمعه ديالنا وقدموا لنا في واحد شي المرتزقه خصهم غير الفلوس حتى واحد النهار كيهضر جلس لي زميل كيبتسم وكيهضر بواحد السخريه مع واحد قال له شنو هو المقدار اللي يمكن لك يحفظ لك الكرامه ديالك يقول لك واحد الابتسامه صح فهمتيني ساعه تمنيتو يقدر يقول له واخا غير العشر القسمه ديال العشرين اللي كتقاضى عندك لان الربح ما يخفى عليك كاين طبقه درجات واحد كتقب حقه كلمه كيسميها طعن 300 مليون يعني كاين اللي كيطلب اكثر يعني كاين ربما كلمه مغربي كتقيسو كتساوي قرن ديال السجن التصوير فهمتيني كتشوف يعني واحد الحلف عظيم حنا اللي كنحسو بيه اكثر من اي واحد كيفاش شبابك وعمرك مسدود اول ما تخرج كيجي تقول لك الدوله ما عندها فلوس ملي كتشوف كتجي شاكيره كدير جوج التلويزات كيعطوها مليار ونص كتبقى تقول واش هادو كيخمو كتشوف هاد الشباب هكا ضايع البلاد اللي ما تمتكاش على عباد الله على الشباب ديالها هاد شوف هاد شوف كل مره البلاد اللي ما تمتكاش على شبابها صافي راه حتى شي حاجه يعني الفراغ كاين ضايع مع الاسف الشديد كنشوفوا العين بصيره واليد قصيره.